التقدير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله نشوف مهارات جديده ونعمل مع بعض وصفات تنول اعجاب حضراتكم، وطبعا هي بناء على طلب اصدقائنا سواء من خلال الصفحه الشخصيه او من خلال برنامجنا واتصالات حضراتكم. تحيه لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا من خلال شاشه قناه الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده هنعمل وصفه من الوصفات اللطيفه، هي محشي البصل. ناس كتير جدا بتحبه وناس كتير جدا بتعمله من ضمن المحاشي اللي بنعملها، يعني لما بنعمل محشي دولمه بتنجان وكوسه وفلفل ساعات بنحب نعمل كمان معاه كم واحده من البصل او نعمله لوحده. هو كاكله جميل وارجو اللي ما جربوش يجربه. طبعا لمحبي البصل، اللي مش بيحب البصل اكيد مش هيبقى محبز الفكره، لكن ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. النهارده هنعمل محشي البصل طريقه لطيفه وسهله، وهنعمله بدبس الرمان، ولو عندنا حته لحمه صغيره كده مفرومه نقدر ان شاء الله يعني ايه نستفيد منها في الوصفه دي. نقول بسم الله وننزل المقادير. عندي محشي بصل بدبس الرمان. طبعا هحتاج بصل يكون كبير الحجم شويه عشان تبقى البصلايه لما تترل تبقى شكلها حلو ويعني ما تتهريش. طيب عندي كوبايه من الرز، عندي لحمه مفرومه حوالي نص كوبايه او كوبايه على حسب يعني هتعملوا كم قد ايه حضراتكم. عندي ثوم مفروم وبقدونس وشبت وكزبره خضراء ودبس رمان، وعندي زيت زيتون وعندي زعتر بهارات وقرفه ملح وفلفل وطبعا مرق، وممكن نضيف معلقه من الصلصه نطعم بيها شكل ولون المحشي بتاعنا. طيب اول حاجه انا بغلي ميه كده على النار. عندي بقى طبعا بشكر اصدقائنا اللي بيبعتوا التطبيقات على الصفحه الشخصيه واللي بيتواصلوا معانا واللي بيتابعونا، واحنا بنأكد على حضراتكم مواعيدنا في قناه الاهلي من السبت للاربع من الساعه 1 للساعه 2:30. ان شاء الله نبقى مع حضراتكم. اي طلب ليكم في الفتره اللي جايه، حاجات خاصه بالعيد، حاجات خاصه وصفات انتم عاوزينها، ابعتوا لنا على طول ان شاء الله نلبيها في اوائل الاسبوع او الاسابيع القادمه باذن الله. طيب اول حاجه انا بغلي ميه كده على النار، بسيبها عشان انا هسلق فيها البصل. هقطع البصل قدامكم دلوقتي حالا واقول لكم انا قطعته ازاي وهحطه في الميه عشان نعمل ايه. بس خلينا الاول نجمع كده بسم الله الوصفه بتاعتي. انا هعمل يعني الخلطه دي هعملها نايف نايف، ودي احلى ما فيها. لو باقي عند حضراتكم لحمه معصجه شويه ما يجراش حاجه، عادي ممكن نحطها برده مع الرز ونعمل الخليط بتاعنا ونحشي بيها، مش هيجرى اي حاجه. طيب هاخد كده اول حاجه بسم الله، هاخد كده الثوم بسم الله، ثوم مفروم، وعندي شويه من الزعتر. انا بسيب بس ربع معلقه كده عشان الربع دي هحطها مع المرق لما اجي احط شويه تاتش كده يعني ايه تطعم الايه المحشي بتاعنا. بسم الله. طبعا البهارات بتاعتنا بهارات اللي احنا عايزين نحطها، رشه بسيطه كده من القرفه يعني حوالي نص معلقه صغيره، ودي اختياري طبعا. وبعدين هاخد كده اول حاجه اللحمه المفرومه، وهبدا كده عايزه بس ادي طعم للحمه الاول. طبعا لو عايزين تضيفوا بصل باودر مفيش مشكله، كده كده احنا عاملين محشي البصل فهو هياخد الطعم طبعا. هاخد كده وطبعا رشة الملح والفلفل مش هننساها. بسم الله. ننساش ان احنا في مرق هنسقي بيه، ورشة من الفلفل. انا مستنياكم بس جيبولي بصلاية اوري بس اصدقائنا احنا عملناها ازاي، وصلناها لانها تتسلق وتبقى بالشكل ده كده. وبعدين هبدأ اضيف الخضرة، الخضرة اللي حضراتكم بتحبوها للمحشي العادية بتاعتنا خالص، اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة. ندى انتي معايا يا نودي؟ اوكي انا مستنية بس يجيب لي محمد الحاجة. اوكي بصوا كده هحط الخضرة، هاخد بس معلقة صغيرة ودي اختياري بس كده، بتدي طعم كده جوه الخليط الحقيقة. وطبعا هناخد زيت الزيتون بسم الله الرحمن الرحيم نقطة كده، وهضيف الرز. انا الرز عندي ممكن تشطفوه ممكن تحطوه جاف لو انتوا حابين، عايزين نسبة الرز اكتر، عايزين ما تحطوش لحمة ويبقى محشي رز بس ماشي. انا الحقيقة مش هحط نسبة الرز كتيرة، خليني بس ايه ابدأ اعمل الخليط ده، خليط جميل جدا جدا.
في ناس كتير كانت بتحب تعمل زمان الورق عنب باللحم المفروم زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيبقى ليه طعم مميز برضو سبحان الله بيحبوه. في ناس بيحبوه بالطريقة التقليدية بتاعتنا اللي متعودين عليها، اللي هو فيه الرز ما بنحطش فيه لحمة خالص. طيب بصوا كده، أنا أهو هنا ونقلب كده تقليبة حلوة، هنقلب وبعدين هخلط بس الخلطة دي كويس، وهاخد كده الأول معلقتين من دبس الرمان بقى كده مع خليط اللحم ده، وهسيب اللي باقي منهم. أنا خدت معلقتين صغيرين، اللي باقي ده هحطهم في الآخر بعد ما بحشي على وش الإيه المحشي البصل بتاعنا. دي برضو من الحاجات الجميلة جدا ومن الوصفات الجميلة. أنا رأيي تروحي له أحسن يا نودي، تقريبا هو سايب موبايله هنا. أنا سامعاه بيرن فايبريشن بس قلت أقول لك. طيب كده أهو ونقلب كده تقليبة حلوة، وآدي كده الخلطة، خلطة لطيفة جدا. هوريكم طبعا إحنا عملنا إيه في البصل. بسم الله، هشيل بس دول هنا كده، وبعدين هاخد البصل. انا بجيب البصلايه، بصلايه كبيره، وبقطع من فوق بقطع من تحت وبقشرها، وبروح حتى بسن السكينه عامله شق كده في النص اوصل فيه كل الطبقات. شايفين حضراتكم يبقى عامله ازاي؟ بنزلها في الميه، الميه دي يا دوب بس تغلي، مش عايزاها تتهري، انا عايزاها ماسكه نفسها. وبصوا اخد ورقه ورقه منها كده، وطبعا يفضل اعمل ده وهي تبقى لسه سخنه عشان ما يعني ما تتفصلش وتتقطع مني. اهو كده اهو الورقه ورقه عشان تطرى، وابدا اخد الحشو بتاعي ده احط كده هنا، وابدا الف المحشي بتاع البصل زي ما حضراتكم شايفين. وهوريكم في واحده دلوقتي هيجيبوا لي حالا البصلايه يعني نيه، هوري حضراتكم هقطعها قدامكم دلوقتي تشوفوها عامله ازاي اهو. وايه هاخد كده البايركس اللي انا عايزه اقدم فيه، بسم الله هعمل كده وهبدا ارص وحدات البصل المحشي اللي احنا عاملينه قدام حضراتكم. بصوا كده طريقه بسيطه جدا جدا اهو. وطبعا احنا هنعمل ده وهي بتبقى سخنه، بقعد افرفطهم بعيدا عن بعض، بس لو ده حتى حصل ما يجراش حاجه، يعني وارد لو انتوا مستعجلين وعايزين تعملوا الخطوه دي وبعدين تبداوا تحشوا مره واحده ما فيش مشكله برضو. اهو انا عملتها معاكم زي ما حضراتكم شفتوا، الدنيا لطيفه جدا وبسيطه. بسم الله اهو هاخد كده الورقه، وشايفين ماسكه نفسها ازاي. مهم يبقى البصل الكبير الابيض مش البصل الاحمر، البصل الابيض بيبقى شويه قشرته سميكه. وناخد كده بصوا، بناخد هنا كده حبه كده من الحشو اهو هنا، وبعدين ابدا الف اهو. بصوا ازاي اهو الف كده، شايفين مرينه معايا وماسكه نفسها مش بتتقطع، لان انا مش عايزه اهريها في الميه السخنه، انا عايزه يا دوب بس الورق بتاع البصل ده يحصل له ايه يطرى. واهو وهبدا ارص مع حضراتكم رصه لطيفه جدا، طبعا على حسب الحجم. احنا دلوقتي مثلا عملنا البصل ده ممكن بصلتين ثلاثه يعملوا ما شاء الله يعني ايه بايركس كبير جميل جدا. تسلم ايدك يا محمد، وهحتاج بس البصلايه النيه اذا تكرمت كده. ومعانا منال، سلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. الحاجات الجميله دي يا شيف عظيم، يا رب سعيدك انت الاجمل، كلك ذوق جميله قوي. فكره البصل دي وبسيطه قوي قوي بصراحه والله يعني. وطعمه احلى لو حضرتك جربتيه وتقولي لي. حلو كمان ان الواحد مش عارف يعمل ايه، فعلا نجيب بصل ونعمله سهل جدا. يا حبيبتي تسلمي لي، كلك ذوق والله، كتر خيرك. انا بشكرك والله على كل حاجه جديده بتقدمها لنا يعني، وبنتعلم منك حاجات كتير قوي. الله يسعد قلبك حبيبتي، تسلمي لي يا رب تسلمي لي. بس استاذنك النهارده كنت عايزه طريقه جمبري كده سريعه وسهله بسرعه. هقول لك طريقه دلوقتي رائعه تعمليه في الفرن في طاجن يطلع روعه. طب اتفضلي حالا دلوقتي. ماشي حبيبتي، ماشي اوكي، تسلمي لي شرفتيني ونورتيني. بصي انا لو بجيب الجمبري بقشره، انا حتى مش هقول لك قشريه مش هتحتاجي. هنجيب الجمبري هنقطع من الظهر بس، بنطلع الايه السلسله المعديه اللي هي ايه بننضفها، تبقى كده عامله زي الخط كده لونه رمادي تحت الحنفيه، وهي القشره موجوده من الظهر. بعد ما بخلص غسل الجمبري كله تمام، هروح جايبه كام فص ثوم، عايزه تحطيهم صحاح عايزه تحطيهم مفرومين هيبقى احلى. هنجيب جزر مبشور، هنجيب كرفس،
وهنجيب الثوم وهناخد مكعب مرق هنفركه كده معانا، وناخد بقى ايه الكميه الحلوه دي، ونبدا نحط الجزر وبصل وثوم وكرفس وبعدين مفرومين كلهم، ونبدا نخلطهم مع ايه مع على الجمبري اللي احنا حطيناه في بايركس او في صينيه. هنحط معاه رشه كمون، هنحط معاه رشه جوز الطيب او توابل السمك لو انت حابه، او توابل جمبري زي ما تحبي من العطار، ومع رشه الملح، وبعدين معلقه صلصه ما تنسيش، مهم قوي معلقه الصلصه دي تدي له لون كده وتيست وطعم حلو. وقلبيهم بقى كلهم في بعض، وهاتي كده نص بس كوبايه مرق، نص كوبايه مرق، مرق سمك او مرق خضار زي ما انت عايز، وحطيه عليه وخديه كده غلفيه بالسيلفر او بالفويل، وروحي مدخلاها صينيه في الفرن، ودوقي بقى الطعم الرائع اللي هتاكلي بيه الجمبري ده، ريحته هجيب اخر الدنيا، وهتعرفي تاكليه وانت مبسوطه. هيبقى فيه صوص من الخضار اللي هو فيه الكرفس والجزر والبصل الثوم، الحاجات دي الناس بتاكله كده. انا عايزه اقول لك انا دقته ده بقى فين، عند ناس بورسعيديه كنت معزومه عندهم، والحقيقه لقيتهم عاملين الطاجن ده، الطاجن ده عجبني جدا، وعجبني فكرته لانه سهل، ان شاء الله تعمليه ويطلع رائع من ايديكي. اهم حاجه بس نضفي الجمبري حلو، يبقى ساعات فيه رمل كده وحاجات، ودي اهم ايه اهم نقطه في الموضوع. معلقه الصلصه مهمه، في توابل سمك اشتريها او توابل جمبري من عند العطار خليها عندك دايما. اهم حاجه كمان رشه جوز الطيب، مكعب المرق، وان شاء الله هتبقى جميل. او دوبي مكعب المرق في نص كوبايه الميه وحطيه عليه ودخليه الفرن. معانا بسمه، اهلا وسهلا، صباح الفل عليكي يا بسمه. الو، اهلا وسهلا حبيبتي، اتفضلي. صباح الخير، اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. انا معاكي يا بسمه، سامعاكي. بحبك قوي. يا رب يسعد قلبك يا بسمه، تسلمي لي. بحبك قوي. تسلمي، روح قلبي كتر خيرك. تسلمي. ممكن تدعي لي ماما؟ ممكن تدعي لي علشان نتيجتي طبعا النهارده؟ يا رب ان شاء الله. تكلميني بكره باذن الله وانت ناجحه ومتفوقه يا بسمه، يا رب باذن الله. كل من منتظر نتيجه النهارده زي بسمه، يا رب يا بسمه ان شاء الله تسمعي الخير كله حبيبتي، ويفرح قلبك، وتكلميني بكره وتقولي ان انت نجحتي وتفوقتي. انت كل اللي منتظر نتيجه حبيبه قلبي. باذن الله ربنا يجعلني سبب، ويعني ادعي لكم بجد ويتقبل مني. تسلمي لي، ميرسي لثقتك الغاليه يا بسمه، والله يا حبيبتي شكرا ليكي. بصوا بقى انا عماله اعمله كده جنب بعض، على فكره الطبق ده جميل قوي، انا يعني يمكن عشان انا بحب البصل، بس في ناس تانية مش بتحبه. عايزه اقول لكم البصل المسلوق ده مهم قوي، مفيد قوي. عايزه اقول لكم الناس اللي تبقى عندها ساعات كده اكتئاب او في وقت معين يعني كده يبقى متضايقين، يروحوا عاملين شوربه البصل، يعملوا شوربة البصل ويشربوها كده، لأن البصل ده من الحاجات اللي بتنقي الدم جدا، وكمان بيساعد في لما يكون الواحد نفسيته مش لطيفة يعني. بصوا الجمال، أنا دلوقتي إيه بعمل كده، طبعا هوري حضراتكم عملت إيه قبل ما أكمل حشو. بصوا بقى، أنا هجيب السكينة بسم الله، وهاخد كده الكاتنج بورد، معلش عشان أوري حضراتكم، هي بسيطة ما فيهاش حاجة، بس برضو ايه ابقى عملتها مع حضراتكم تبقوا شايفين. انا هاخد البصلة من هنا اهي كده، يا رب بس تكون دي السكينة تمام، وهاخد من هنا الظهر كده، وبعدين هعمل كده الاول. شايفين انا عملت شق فين؟ لحد بس دخلت لحد نص البصلاية اهو، لحد هنا خلاص. هاخدها هنزل بيها في المية السخنة دي، ومعايا السبايدر، اعتقد محمد حطهولي هنا، شوفوا حالا اهو، تسلم ايدك. همسك كده، بصوا انا مش هسيبها تغلي كتير، انا يا دوب اول ما الاقي بس بدات اول طبقه دي تديني بس حته كده تفضى ان انا اقدر اشيلها، هروح شايلها على طول. ومعانا مدام روحيه، صباح الفل، اهلا اهلا. ازيك يا عظيم؟ صباح الفل عليكي مدام روحيه الغاليه، تاني عظيم حضرتك اكتر، ربنا يديك الصحه يا رب والعافيه. ربنا يخليك، انت اللي غاليه. يا رب يديك الصحه يا فندم. يا حبيبتي وحشاني عظيمه. حضرتك اكتر والله، سعيده بسماع صوتك. انا عليكي كنت واخده دور صعب شويه. بعد الشر عنك، ربنا يسلمكم من كل شر يا فندم، ربنا يديكم الصحه والعافيه جميعا يا رب. تعيشي تعيشي يا حبيبتي. تحياتي لحضرتك على الحلقه بتاعت النهارده دي يا عظيم. يا رب يخليك يا فندم، ما تحرمش. اعمل لنا برضه شوربه البصل يا عظيم. عينيا، اعملها لحضراتكم بطريقه سهله وبسيطه. عينيا يا فندم.
تسلميلي مدام روحيه. تسلم عينيك وايديك وفي تعليمك يا عظيمه. ما تقوليش كده، والله احنا بنتعلم من حضراتك. يا رب يخليكي، يا ربنا يبارك في عمرك يا رب يا فندم. حبيبتي ربنا يخليكي مدام روحيه، ما تحرمش منك ولا من ذوقك ولا كلامك الحلو، والله ده حضراتكم الاحسن واحنا اللي بنتعلم منكم وبنحاول يعني نمشي على النهج الجميل اللي حضراتكم يعني اتربينا عليه، وانتم كان ليكم بصمه اكيد في حياتنا ايجابيه جدا. تسلمولي. طيب بصوا كده، اوكي يا حبايبي، بصوا هاخد، بصوا بقى اول ما تبدا الايه، بصوا بصوا حضراتكم اول ما تبدا كده ببدا اشيل الورقه، وهي دلوقتي سهله عليا ازاي اهو، هاخدها كده وهحشي، يعني دي برضو دي طريقه، يعني دي طريقه اهي، وهبدا اعمل كده في ورقه ورقه، كل ما تفك ورقه اخدها، شايفين ازاي، حتى بايدي والله مش محتاجه حتى حاجه، بس انا طبعا بجيب اللي هو الملقاة ده امسك بيه، خليني احطها هنا عشان اوري حضراتكم بس ان انا ايه سهل ان انا افصلها اهي، ما استناش عليها، هي مجرد تطرى عشان ما تتكسرش مني، وابدا الف بقى. طبعا المحشي ده جميل ان شاء الله يا رب يعني ينول الاعجاب. خليني كده اعمل بقى الصوص بتاعه بطريقه بسيطه. بصوا ما خدتش وقت ازاي، البصلايه اللي احنا حطيناها سوا مع بعض اهي كده، وبعدين هاخد كده المكعب المرق ده هاخده، وبعدين هروح حطاه فين، سخن ميه سخنه جنبي هنا، عشان هاخد المكعب ده احطه في شويه ميه، نص كوبايه ميه، وهدوبه واحط معاه معلقه صلصه وبقيه الايه الزعتر وشويه من البهارات القطر حضراتكم سايباها للاخر بس كده. اتفضلوا ناخد معانا مدام سميره. صباح الفل مدام سميره، اهلا بحضرتك. صباح الفل يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، عامله ايه؟ وحشتينا. حضرتك اكتر، وحشتيني، ومدام سرية وحشتني كتير كتير كتير، واسمحوا لي ابعت لها تحيه من هنا لاستراليا. ابعت لك السلام الحقيقي. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا انت وحضرتك يخليها لينا. تسلمي ايدك يا حبيبتي على المحشي البصل ده. تسلمي تسلمي وتعيشي يا رب، شكرا لحضرتك. على كل حاجه بتعمليها الحقيقه جميله. ربنا يسعدك يا فندم، والله من بعد ما عندكم مدام سميره تسلمي لي ويسلم ذوق حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي، تسلم ايدك يا حبيبي. تسلمي لي يا رب، حضرتك ما تقوليش بحاجه، يوصل يا فندم يوصل. تسلم ايديكي. ميرسي. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي لي مدام. وفي بلاء في كمان سلام من كندا لعلمك. تحيه ليهم حبايب قلبي، والله يعني تحيه ليهم كلهم بجد. لكندا ولمدام سوريا حبيبه قلبي في استراليا، ونيكول ببوسك من هنا لحد كندا بجد، ولنيفين بنوتة حضرتك تحية ليها بجد كبيرة. هي جاية إن شاء الله. يلا هسمع صوتها بقى. إن شاء الله تنورني وتشرفني وتشرفني يا فندم. ما تحرمش من حضرتك ولا من سؤالكم ولا من اتصالكم أبدا. أم إسلام حبيبتي وحشتيني، فراولة حبيبتي وحشتيني، كل أصدقائنا الحلوين. زينة أنتِ فين يا روحي؟ أنتِ فين النهاردة؟ ويكوني في الحضانة. لو في الحضانة يبقى حظهم حلو إن أنتِ موجودة هناك. طيب انا دلوقتي بصوا بقى كملت، هكمل بس اخر واحده. طبعا الحاجات اللي بتبقى دي تقدروا على طول، بصوا نعم حاضر من عيوني الاثنين هعمل كده. خليني ممكن اخد دي، الصغير ده بقى اوعوا ترموه، هتقطعوه عادي جدا وتحطوه من ضمنه، وهيتسقي معاه وهيبقى طعمه يجنن. بس انا حبيت اوري حضرتك احنا بس لما هنقي بصل، وما هنا الشباب نقوا البصل مش زي اللي انا يعني ايه عايزاه قوي، الكبير اللي هو مورق ده زي ما بيقولوا، لكن حضراتكم تنقوا مش البصل الصغير ده، تنقوا البصل الكبير الكبير عشان يديكم مساحه ورق حلوه، وتستغلوا بصلتين ثلاثه تحشوا بيهم، تبقى الدنيا في الامان بفضل الله. بصوا بقى جمال ده، البصل ده كمان لما بيتعمل في العزومات والله عارفين حضراتكم بيبقى يجنن وليه طعم كده مختلف. تعالوا بقى كده، انا هاخد هنا هشيل دول، البصل ده طبعا زي ما اتفقنا مش هنرميه، ممكن نستخدمه في الطبيخ وممكن نستخدمه في الوصفه نفسها هيبقى رائع، يعني ما ترموهوش، ده ممكن يتشال في الفريزر ويستخدم في وصفه ثانيه. طيب هاخد كده هعمل ايه بقى، هاخد المكعب المرق ده، وخليني ايه انا هاخد هنا شويه في البوله دي، هحط المكعب المرق ده بيدي طعم كده وتزني، ما بنعمل محشي عادي، لو عند حضراتكم مرق فراخ باقي مرق لحمه هيبقى احلى واحلى، يعني هيبقى افضل كتير. وهاخد كده معلقه كده من الصلصه بسيطه، وطبعا هاخد كده من دبس الرمان على وش البصل اللي باقي، انا حطيت شويه في الحشوه زي ما اتفقنا، هم كلهم معلقتين قسمتهم جزء فيهم في الوصفه في جوه الحشو،
وجزء حطيته هنا وهسقي عليه الايه المرق ده مع رشه البهارات اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي، وطبعا رشه فلفل صغننه ورشه برده بسيطه كده ملح صغيره، وهصب ميه سخنه ورشه من زيت الزيتون وشكرا. وهندخله الفرن، انا مش هسويه على البوتاجاز. ليه هدخله الفرن؟ عشان ما يتهريش من حضراتكم، لو حطيناه على البوتاجاز هيستوي قوي 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 وهيطرى جدا وايه وهتتضايقوا مش هيحافظ على شكله زي ما احنا عاوزين. هقلب بقى الحاجات الحلوه دي كده مع بعض، وبالمعلقه يا دوب هسقي كده من فوقه حاجات بسيطه جدا، رشه زيت زيتون، ان شاء الله تاكلوه صحه وهنا على قلب حضراتكم. كده نقطتين بس كده من زيت الزيتون بس كده، ونايه وناخد كده من المرق ده، هو طبعا مستوي يا دوب هيدخل الفرن مع الصوص الجميل ده، خلاص هيكمل سواه ويطلع جميل. هحطه في الفرن حراره 180 على الشبكه في النص لحد ما يطلع كده جميل وماسك نفسه، وتقدروا تتحكموا في السوا بتاعه زي ما انتم عاوزين. اهو ندخل بقى الفرن ونوري حضراتكم بقى اللي طلعت شكلها عامل ازاي. بصوا محتفظ هتلاقوا بشكل البصل استوى شويه وايه وتعدل موضوع السوا بتاعه وبقى جميل جدا، وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم. تعالوا بقى ندخله الفرن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هحطه هنا مشغله فرن ومروحه بس. شايفين بقى كل واحده ماسكه نفسها ويعني حلوه، ناخدها في الطبق وناكلها كده بالشوكه ان شاء الله تعجب حضراتكم. هستسمح حضراتكم بقى في استراحه، هنطلع الاستراحه ونرجع ان شاء الله في بدايه الشوط الثاني. هنعمل فرخه سهله جدا للي عايز يعمل اي فراخ سريعه في الفرن، هديكم تتبيله رائعه ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم وبسيطه وتنفع في الكم الكبير يعني تسعف في العزومات. خلينا نشوفها ان شاء الله في ابتداء الشوط الثاني بعد الاستراحه، مستنيه حضراتكم.